السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة بداية الأسبوع من برنامج الصحافة تقول، أقدمها لكم أنا حسام باصهي، ومني إلى العناوين. إصابة 4 أطباء باستهداف حوثي لسيارة إسعاف في الضالع. لا مفاوضات جديدة مع الحوثي لفتح طرق تعز. المجلس الانتقالي يطالب الحكومة بدعم الأمن في معركة مجابهة الإرهاب. ولأول مرة التحام قوات الانتقال والشرعية في عملية مشتركة بأبيان. أهلا بكم. البداية من صحيفة الاتحاد، حيث أصيب 4 أطباء بقصف حوثي استهدف سيارة إسعاف في إحدى جبهات محافظة الضالع ضمن خروقات الميليشيات الإرهابية المستمرة للهدنة الأممية. وقالت مصادر عسكرية أن طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي استهدفت مساء أمس الأول سيارة الإسعاف في جبهة باب غلق شمال قعطبة، وأوضحت أنه نتج عن القصف إصابة 4 أطباء، كما ألحق القصف الحوثي أضرارا مادية بسيارة الإسعاف المستهدفة. يأتي ذلك بعد يومين من استهداف الميليشيا الحوثية لطفلين بقذيفة هاون أثناء رعيهما للأغنام في منطقة مرخزة غربية مديرية قعطبة. نبقى أيضا مع صحيفة الاتحاد، حيث نفت الحكومة اليمنية أن تكون هناك جولة تفاوض جديدة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن مناقشة فتح طرق تعز بعد إعلان الميليشيا عن وصول ممثليها إلى العاصمة الأردنية عمان. وأكد عضو وفد الحكومة اليمنية للتفاوض بشأن فتح المعابر أن الاجتماعات القادمة في عمان هي للفريق العسكري بشأن الخروقات والهدنة. وأضاف: ليست هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حاليا، ولم نتلقى أي دعوة من مكتب المبعوث الأممي بهذا الشأن. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما زالت ترفض فتح الطرقات، ملمحا إلى احتمالية فشل مهمة المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط بعد لقائه مع وفد الحوثي. وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية أبلغت المبعوث الأممي الأسبوع قبل الماضي تمسكها بمقترحها بشأن فتح طرق تعز ورفضها للمقترح الأممي الذي أعلنه هانس جرونبرغ عقب انتهاء محادثات عمان بين وفدي الحكومة والحوثيين في 6 يونيو بعد جولتين استمرتا أسبوعين. استنكرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أثناء انعقادها أمس السبت برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس وعضو هيئة الرئاسة التفجير الإرهابي الغادر قبل أيام في العاصمة عدن الذي استهدف موكب مدير أمن لحج اللواء صالح السيد، وتوجهت بتعازيها إلى ذوي الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الإجرامي، كما ثمنت الجهود الأمنية بمختلف تشكيلاتها للتصدي لعناصر الإرهاب والتطرف، مشددة على ضرورة رفع الجاهزية واليقظة الأمنية في عموم محافظات الجنوب، وحثت المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي عناصر مطلوبة أمنيا، مطالبة حكومة المناصفة بالقيام بواجباتها في توفير الدعم والإسناد اللوجستي للقوات الأمنية. وطالبت هيئة رئاسة المجلس في الاجتماع الدعم اللوجستي اللازم الذي سيساهم في تمكين الأجهزة الأمنية من أداء واجبها بترسيخ الأمن والاستقرار ومجابهة التنظيمات الإرهابية. أفادت مصادر عسكرية بمحافظة أبيان أن قوات من الحزام الأمني بدلتا أبيان دخلت صباح أمس مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبيان. وأوضحت المصادر أن قوات الحزام الأمني انتشرت في شقرة تمهيدا لعملية عسكرية وأمنية كبرى تستهدف التنظيمات الإرهابية في المناطق الوسطى بالمحافظة. مصدر أمني قال أن وحدات من الحزام الأمني بقيادة عبد الرحمن الشنيني نائب قائد الحزام دخلت مدينة شقرة الساحلية، واستقبلتها قيادات من القوات المشتركة والأمن العام ومحور أبيان قبل أن تتوزع هذه الوحدات في مواقع متفرقة في البلدة الساحلية وسلسلة جبال العرقوب. وأفاد المصدر الأمني أن قيادتي القوتين عقدتا لقاء الاستعدادات لبدء الحملة الواسعة التي من المقرر أن تنطلق خلال الساعات القادمة لتأمين مديريات المنطقة الوسطى وهي لودر وموديا والوضيع وجيشان. وبحسب المصدر فإن الحملة الأمنية ستنطلق بشكل مزدوج بالتزامن لتأمين الطريقين الجبلي والساحلي الذين يؤديان لمديريات المنطقة الوسطى ومديريتي المحفد وأحور، فيما من المرجح أن تصل وحدات أخرى من الحزام الأمني إلى شقرة في وقت لاحق. وقال المصدر أن قوات أمن أبيان استعدت بكامل قوامها ووضعت قوات احتياطية في شقرة لتأمين المنطقة أثناء الحملة الأمنية.
أخبارنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الألغام والذخائر غير المتفجرة الأكثر قتلاً للأطفال في اليمن. مصدر حكومي ينفي المزاعم بشأن الطائرة الرئاسية. عدنا لكم. قالت منظمة أنقذوا الأطفال الدولية أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت الأكثر قتلاً للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة الإنسانية، حيث تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 42 طفل بين إبريل ونهاية يونيو من العام الحالي. وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن تحليل جديد أظهر أن الألغام الأرضية والذخيرة غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75% من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال، وأضاف أن الأطفال على وجه الخصوص يعدون الأكثر عرضة لمخاطر التعرض للذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب انخفاض الوعي والفضول الشديد، كما دعا المانحين لتوسيع نطاق التوعية وتوفير المعدات التقنية اللازمة لتمييز وإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة حتى يكون الأطفال ومجتمعاتهم على دراية بالمخاطر ويقللوا من مستوى الإصابات. وزرعت ميليشيا الحوثي الأراضي اليمنية بأكثر من مليون لغم حسب تقارير حكومية أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال. نفى مصدر حكومي صحة المزاعم التي روجتها المطابخ الإعلامية حول رفض الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي بتسليم الطائرة الرئاسية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مؤكدا أن الطائرة الرئاسية سلمت وهي تحت تصرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي لكنها متوقفة منذ فترة وتحتاج إلى صيانة. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الحكومة لم تصرف فلسا واحدا لاستئجار طائرة كما روجت المزاعم، حيث وفر الأشقاء في المملكة العربية السعودية الطائرة التي أقلت الرئيس رشاد العليمي أثناء تنقلاته وزياراته الخارجية، وهذه لفتة أخوية محل تقدير كبير. وسخر المصدر من حالة السقوط المريع للمطابخ التي لجأت إلى نشر هذه الأكاذيب وبث الشائعات والتشويش. أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني أن الوزارة بدأت عبر السفارات والملحقيات الثقافية صرف الربع الثالث للعام 2021 لجميع الطلاب المبتعثين في الخارج. وقال المصدر أن بعض الملحقيات بدأت التحويل لحسابات الطلاب منذ يومين بعد أيام من تعزيز المبالغ إلى جميع الملحقيات في حسابات الحكومة، فيما تستكمل عملية الصرف في بقية الدول بعد انقضاء الإجازة الأسبوعية. وأضاف المصدر أن قيادة الوزارة تتابع بصورة عاجلة حل بعض الإشكاليات الإجرائية فيما يخص عملية الصرف في بعض الدول مثل سوريا ولبنان وكوبا، وتعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بظروف هذه البلدان والتعجيل بصرف المستحقات الطلاب أو للطلاب. كما أكد المصدر أن الوزارة تكثف من عملها في سبيل حل ملف مستحقات الطلاب المبتعثين، وأنها في هذا الصدد استكملت إعداد كشوفات الربعين التاليين، كما تتابع باهتمام مستمر مع قيادة الحكومة والدولة الأمور المالية بما يسهم في انتظام عملية صرف مستحقات الطلاب في مختلف دول الابتعاث. احتفى اليمنيون في الأول من يوليو بيوم الأغنية اليمنية للعام الثاني على التوالي لتسليط الضوء على التراث اليمني الغنائي الزاخر وفي تحدي للحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد الفن والفنانين. وكانت وزارة الإعلام والثقافة قد أصدرت العام الماضي قرار باعتماد الأول من يوليو من كل عام يوما للأغنية اليمنية، تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها عدد من الفنانين والمثقفين والنشطاء للاحتفاء بتراث البلد الفني. وقوبلت الاحتفالية بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد ونشر المئات من اليمنيين مقاطع غنائية وقصائد مغناة وصورا لفنانين كانت لهم بصمات واضحة في تعزيز وتطوير الأغنية اليمنية، محتفلين به كل على طريقته الخاصة. ومن الأخبار إلى رسومات الكاريكاتير. We'll be right back.
ختام هذه الجولة، نشكركم على حسن المتابعة. فلسنا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.